التيتر ديال الفوندو واحد التيتر اللي كتبته في 2016 ويلاه كتب ليه وخرج والحمد لله نال الاعجاب ديال الناس. واش غنقول لك موراه عارف شنو هو السيت اللي غادي نبدا نخدم مزيان هاك شاريه في الراب صراحه. الشخصيه ديال البنج في هذاك البلان ديال شويه فخون خصني نحيد هذا الشيء وخصني نولي بحال دوك الناس الاخرين نورمالمون. مي اش غادي نقول لك الشخصيه ديال البنج هو داكشي اللي كتسمعوه في الموسيقى. وانا بسمح لي وانا ما تنكلاشيش غير تنجاوب و تجاوب هذا ما غيبقاش هذا هو اللي كاين. شنو نقول لك هذيك بحال شي كنتي غادي بموطور شي شي مضاربه وما وقفتيش تفك بحال هكاك يعني ما نقدر نقول لك والو على داك الشيء بيناتهم. تيطلع الراب ما كذبش عليك كامل تنديرش الراب براسو باش نحكم على الراب بوحدو. ما مزيان اي حاجه تزيد لك لي زابوني وتزيد لك كذا بواحد مصداقيه وداك الشيء راه مزيان. تشوفي مع ما صوات تاع العلاقه حدا بحال معاك تشوفوني مع بزاف ان شاء الله اي واحد يستحق نكون معاه مرحبا. شنو هي؟ عشان تقطع من الماكله ومن الماكله شاي بخير خدمه تسركيل بموتور كابراج حياه سعيد. الفطور ديالو على حسب اللي جات قدامك تضربها هذاك الشيء اللي كان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.